مايكم. معكم فؤاد العويلي، حاصل على دراسات عليا في مختلف تخصصات بمجموعة من الدول، أوكرانيا، ألمانيا، ثم تمت الدراسة ديالي في إنجلترا. الوكالة المغربية للدراسات العليا بالخارج كتعتمد على، تقوم بأربع مهام اللي هي: أولا التوجيه، كتقوم بمساعدة الطالب على الحصول على الأدميسيون، على القبول المبدئي في الجامعة، على الحصول على السكن، ثم أخيرا كتقوم بمساعدة الطالب على الحصول على الفيزا. من أهم نقطة كتقوم بها الوكالة المغربية هي التوجيه التي تفتقر إليه الوكالات الأخرى، وذلك راجع للأسف لأنه ما كتكونش عندهم دراسات عليا، أو لأنهم ما عندهمش خبرة محلية أجنبية، صافي ما كانوش في عين المكان. فمسألة التوجيه تقوم بترتكز على ثلاثة أساسيات، اللي هو تركيز على الميولات الطالب، التركيز على المؤهلات الذهنية ديال الطالب، ورابعا بيان سور التركيز على الخصائص المالية ديال العائلة، يعني إلى أي مدى ولا أي بعد العائلة تقدر توفر واحد شروط مادية لهذا الطالب. في هذا الخلال كنقدروا نرسموا شنو هما الدول التي تتماشى مع هذه الامكانيات، لا الماديه ولا طبعا المؤهلات المعنويه ديال الطالب. الوكاله طبعا لها شراكات دوليه مع مجموعه من الجامعات في مختلف الدول، من ضمنها انجلترا، جامعه بولتون، جامعه سالفورد، جامعه ليدز، يونيفرسيتي اوف بودابست، كوناس يونيفرسيتي اوف تكنولوجي، مجموعه وما يزيد. الاستشاره طبعا عندنا استشاره مجانيه. فقط للتوضيح كنتمنى انه الاباء يقوموا بالتوجيه، عمليه التوجيه تكون عمليه مبكره ماشي تل اخر لحظات، لان هذا كيأثر على المشوار ديال الطالب. ملي كيجي عندنا الطالب حنا كنقوموا بمجموعه ديال المهام، اللي هي كنقوموا بتوجيه الطالب بالمعاينه مع الميولات ديالو والمؤهلات ديالو الذهنيه، فكنحددوا شنو هو المصير وشنو هما التخصصات اللي هو غادي تتماشى مع هذا المعني بالامر. اين فوا كنحددوا المصير ديال الطالب، التخصص اللي كيتلائم معاه، دونك كنبداو في مرحله كنبداو حنا نقلبوا ليه على الجامعات التي تتناسب مع المؤهلات ديالو الماديه. طبعا كنشوفوا له لانسكريبسيون، اون فوا كنقوموا مع ما كنجيبوا الحصول على لانسكريبسيون ديالو، كنقوموا بالبحث على السكن، كنوفروا له السكن. اون فوا وفرنا له الجامعه ووفرنا له السكن، في هذه الحاله كنقوموا باخذ كنبداو في عمليه الاجراءات تاع الفيزا للحصول على الفيزا. اون فوا الطالب حصل على الفيزا ديالو كتكون المهمه ديالنا انتهت، وبالتالي كيكون هو حصل على المراد ديالو.